نقلنا الثورة من الساحات والشوارع ومكان الخلاف وحر التواليت والناس تفوت ببعضها إلى مكمن الخلل. حطينا أصبعنا على الجرح من قلب قصر العدل أو بالأحرى قبر العدل. ضغط باتجاه إقرار استقلالية السلطة القضائية، وهيدا بده يصير عبر إقرار القانون اللي نايم بأدراج المجلس النيابي. هدفنا الثاني استقالة مدعي عام التمييز بأسرع وقت ممكن تحقيقا وصونا للعدالة، وخاصة لضحايا انفجار المرفأ. مطلب الثالث ضمن استقلالية القضاء بدنا نستعيد الأموال المنهوبة، وهذا بيتم لو كان في قضاء، ونحمل المسؤولية الكبرى للنائب العام المالي الذي ندعوه إلى الاستقالة أيضا فوراً.